في هذا الاسبوع هذا في ظرف اسبوع درنا ثلاث حصص الحمد لله. اللاعبين كانوا في المستوى، داروا مباراه قويه اليوم حتى ولو لعبنا ضد فريق ذوي لاعبين ذوي مستوى كبير. ثلاث دفاعيه كانت في المستوى، فزنا ب4-0، هذه هي النتيجه منطقيه. نشوف بلي كاينه حاجه ماهيش نورمال وما جازتش نورمال. الحصه اللي درتها الاخرانيه في ليزان شفت جو غير لايم، شفت حوايج غير عادي ما عجبونيش. قلت ان شاء الله راني غلط، ولكن الميدان انا عطاني الحق. واش كان في راسي واش الحاجه اللي خفت منها هي خرجت اليوم. نشوف فريق يلعب وفريق غير قول يمشي.